قبل كل شيء بنحط يا عيالي اللي هو كيسين كريم كراميل، تعرفون كريم الكراميل، وبنحط نص السكر مو بكامل نصه، لاني انا عامل حساب اني بحرق السكر، بس الحين السكر حطيت بدله اللي هو مال كريم كراميل عشان ما يستوي حلو وايد عيالي، وتعرفون عادة شوابكم فيهم سكر. بنحط حليب البودرة، تعرفون حليب البودرة ما شاء الله كله، هي كله عشان هي وايد بعد. بعدين بتقولي ما سويتي لنا وايد على بولة طعمينا قشونه، وبنحط طال عمركم هاي القشطة، تعرفون هالقشطة ما تبون خبر عنها، وبنحط القناد كله، وبنحط الزعفران كله. سالم هذا صدق الناس بر الوالدين؟ والله هذا اللي عرفت عاد. الوالدين يبقى دعاء، يبقى صدق عنهم، يبقى هذا سموه بر الوالدين. والحين بستخدم الحليب، ما عليكم منها انتم. بسم الله. حد منهم عايشين والديهم يسووا لهم يعطوهم ياكلوا. ليش سموه بر الوالدين سالم؟ لان حبيبتي هذا لين مثل كريم كراميلا، واللي عندك والدين شيبة ما في ضروس ولا طايح مريض، بتسوي له طال عمر شاي ويزلطها زلط صار وطي.